كدير الزنديالو كتخاصو كتشكو يا شي رجولة عشي رجولة هذيك وكتسمى انت كرجولة هذيك وكتسمى انت كموني تاش الراجل اللي واجب يخرج معاك ببروكيس بروكيس وكاراتيس كومبات هذاك هو رجولة او هذا اللي هزو معاك ولكن انت الدولة ديالنا عملوا واحد غلط كبير الدولة ديالنا عملوا واحد غلط كبير شنو هو الغلط الكبير اللي عملها الدولة ديالنا لانها كتخلي الشباب يشيو هاد الخاعر هذا خصو يتبع بلاكارت ناسيونال هذا ما خصوش يتبع ما خصوش يدخل المغرب هذا هذا كلشي هزو في الشمال كلشي هزو في كازا كلشي هزو في الرباط كلشي هزو في السلاك كلشي هزو في مراكش هذا ما خصوش هذا ما خصوش الدولة ديالنا خصو تزولو هذا وهذيك البنانة اللي بنانة اللي حنا كنعيطو لها في طنجة هي إنوكساد 14 إنوكساد 14 هي ديك الطويلة اللي كتجي قد هايدا هذيك شي ما خصوش يدخل البلاد ديالنا صاحبي الدولة هي اللي عاملة هادشي هذا الدولة خصها تزول هادشي هذا وباش تزول هادشي هذا وباش تزول هادشي هذا خصو خصو ما نعرف عرفتي كيفاش يزول هادشي هذا صاحبي عرفتي كيفاش يزول هادشي هذا صاحبي هادشي هذا ما خصوش يبقى يتبع حدا حنايا هادشي هذا خصو يتبع 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 موز بطاطا للناس الناس اللي باغيين تتفاح الناس اللي باغا تعيط وتشي معيط وتشي تشي الموس تشي الموس تشي الموس يعني كيفاش غنقول لكم هاد الشيء هذا تيلموز يعني للدار وتخبعوا ما تحطوش شي حدا ولده فهمتي ما تحطوش شي حدا ولده فهمتي ما تحطوش شي حدا ولده ما يجي يهزو في اي ساعه دابز الدوله ديالنا هي اللي عامله لنا هاد الشيء هذا هي اللي عاطينا مضاوات وكتخلي مضاوات يتباعوا بحال نقول لك الدوله ديالنا كتبعنا الفهاده حنا ما عندناش الفهاده في المغرب ياك ولكن الدوله ديالنا كتبعنا الفهاده وما هاد الفهاده الدوله ديالنا كتخلي الفهاده يتباعوا عندك بضلعه عندك شواشه الدولة ديالنا كتبيع لنا السلاح وهذا السلاح حنا ما عندناش الفهادة ولكن عندنا السلاح شكون اللي كيبيع لنا السلاح الدولة ديالنا الدولة ديالنا كتخلي لنا هادشي هذا يدخل باش الشباب يبقاو يقتلوا بعضيتهم يخشيوهم في بعضيتهم يعيبوا بعضيتهم كل واحد شنو كيعملوا كاين ولا ما كايناش ماشي الدولة ديالنا هي اللي كتبيع لنا هادشي هذا ما كتبيع لناش الفهادة وما كتدخلناش الفهادة ولكن عاطينا واحد الفهادة اللي كيدخلوا هادوك صام الفهادة هادو كيدبحوك هادو كيعذبوك كيصيفطوك عند الله اقسم بالله الحقيقه صاحبي اللي راجل راه كيفهمني واللي ماشي راجل ما كيفهمش العقليه ديالي الدوله ديالنا هي اللي عامله لنا هادشي هذا العايس تيتو كيمشي للباقر كيشي من داك الشواش يعني. ماشي شي من داك الشواش عاد دابز بها امشي قتل به صاحبي نزيد لكم حاجه واحده لا ما نطلعش في هاد الحاجه هادي هاد الحاجه ديالي كتبقى سريه باش كاينه من كاين اصحاب الحال كاين اصحاب الحال هنا يعني. يقدر يكون شي حين شي كيتفرج فيا يقدر يكون بوليسي يتفرج فيا مرحبا كنعمل حتى حاجه ما حد حتى واحد هذا كيعرفوني بوليس بزاف انا عندي فانس ديالي اللي هما بوليس اللي هما بزاف الحاجات اللي هما في المحاكم ولا يعني الناس كتفرج فيا لانني كنعدل واحد الافلام قصيره على الحياه ديالي كل عندكم لكم الحياه ديالي الشخصيه كامله بلا اكاد فلوكس مرحبا بكم اللي ما كيعرفنيش يعمل في اليوتيوب بلا اكاد فلوكس وعيتبعني دراري في كنا شبيهات العالم شوف واحد الحاجه انا شبيهات العالم شوف واحد الحاجه انا ما كان انا ما كنامنش بهذا شبيهه ولا هذا الصليب ولا هذا الخصه ولا هذا بالشبيه ولا هذا بالنفس ديالو ما كنامنش بديك الشيء هذاك علاش ما كنامنش بديك الشيء هذاك حيت هذاك الشيء خابق وهنا في المغرب باقي كيامنوا بهذاك الشبيه باقي كيامنوا بهذاك شبيه مزغوط هذاك قطيه حطان هذاك كنت له مخصه كتفاهم ما تقاربلوش يا خاوه عندك صدام مع هذاك قطيه حطانه تعرفوا الشعب الكامل والشعب الكامل حنا الشعب الكامل شي واحد طيح حطانه وهذاك طيح حطانه ماشي هو بغى يطيح حطانه الموز ديالو زلاق له مع شي دار تاع القرب تاع تحت 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 شالو في كشو مشى يا خو عند الله مسكين مشى يا خو ب 20 عام الحبس انا كفرح لك انت اللي مشيتي ب 20 الحبس انا فرح لك وزغرت عليها لانك شتي واحد روح عزيز عند الله وفرح لك ديك 25 عند الحبس اللي عطاها على هاد الروح لانك خصك تعاقب وعاد تعاقب العقوبة ديالك ديتيها وانا فرح لك على ديك العقوبة اللي ديتيها ل 25 عام فاش انت ما تربيتيش وما تعلمتيش شنو هو الاخلاق ما تعلمتيش شنو هو الاخلاق والتفاعل مع الناس وتكون زيون في الهضره ديالك وتتفاهم مع العقال انت اللي هضر معاك تعطاك مضام ومدابز معاه تعطاك ضربو كتنوض على وما كيدابزو وما كينوض يدابزو كتسمع كيبقى يبين الجب ما كينوض يدابزو كيبقى يبين الجبهه ديالو زعما هما بصاحه زعما كيعرفوا كيبقى يعمل لك هاي كيلعب لاله ومالي زعما هو مسخوط هو قتال هو شبيه هو كموني وايز مع صاحبه ماشي بوحدو كيدابز معاه كيدابز معاك هو صاحبه تحسبو شي راجل هذاك حسبو كموني حسبو خوف لانه كيدابز معاك هو صاحبه ها هو صاحبه ما عنده ما كيهضرش ولكن هو هذا صاحبه تاش ليه راجل كيدابز بقروكش شي حاجه هاي اعطيني قايدك زيك اعطيني قلت الضيع شفت في يمه
هذا نسيب بعد دخل بلوكس هذاك واجد يكي الدابز بلي الدين ديالو اللي عطاهم لله ماشي الدابز سي مع خانة ما عمل لك والو نقولوا الدابز ما نقول سب فيك نقولوا هذاك سب فيك يا يعني. عندك مدى ما تجبد شي مدى خوش معك الوجه ها خاب 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 علاش جابت له هذا انت زبل فيك كتر كان يكي زبل فيش اللي يعمل له شني رازي معايا رازي معايا هنا ها رازي معايا ش عندك هذه الرجولة هذه الرجولة ديالكم الشباب الشباب المتفلس كيبيعوا لكم السلاح عندكم الزهر حيت كيبيعوا لكم السلاح كيبيعوا لكم كيبيعوا لكم السلاح هذا الرجل كيطاطق من ده يلا كاينو ديال الدابس بحال كيلا بحال كاينو ديال الدابس بحال كيلا بحال كيشطح كيبقى يعمل لك امشي يا سيد كامون سيد كامون الشعب الخواف الشعب الخواف الشعب كاموني الشعب كاموني بلا رجولة الشعب كاموني هذا جوج كيمشي شي من دار شواجي ولا كيشي هذا بعض الذبيحة اللي كيذبحوا بها الحاولي الشعب ديال كامون الشعب ديال كامون انه كاموني حتى الشعب اللي هو بنفسه ما كيشيش هذا الشعب اللي هو بالنفيسة ديالو بحال الاوروبيين شكون هو الشعب اللي بنفسه اسبانيول المان فرنسيس بلجيكيان دوك الشعب ما احلى ما احلى شعب احمق عليه لانه علاش لا تعلت لك معاه عقلك عيطك شي طاشا ولا دخلك شي بلوكي هادو هنايا هضرتي معايا هضرتي معايا شني هضرتي معايا جبد صح باش تعرفوا شعب كاموني بحال اللي كان وقع في الحسيمة اللي كان وقع في الحسيمة على الحراك وداك الشيء وزيد 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 المخزن كيدخل عليهم بالهواوات والزواطات كيبقاو هابين عطيكم انا نضرب كنضرب اي حاجه انا كنخرب حتى واحد تقول لي شحال عندك معايا فانا كنقول الحقيقه في دقيقه كيدخل عليهم مخزن بالزواطه ولا قايات كيهربوا كامل بيهم هذا هو الشعب الرجوله حقا دبستي مع شي واحد كتجبد الشفره والسيوفه ها الا انت انت شعب بنفسك يعني اجوتو ما نقولوا شعب الحسيمة المهم ديك الشيء اللي كان واقع نتوما الرجال يعني داك الشيء اللي كان وقع يكون جبتو حتى نتوما خرجوا شفاري خرجوا شواشات ياك سو خرجتو شفاري وشواشات المخزن كان عايها اولا ولكن نتوما شعب خواف خواف داخل عليكم الشركه ما كتقدروش تجبدوا من تحت المخزن ها وفي الزنقه كدوا به الزنقه كدوا به شعب خواف ما كيدخل عليهم مخزن بالزواطه كيبقى هابان كان انا ما قلناش يدخل عليهم بالزواطه نتوما هابان كتخلعوا عليهم بالحجر وتهبوا يعني انا نقول لكم انا كنطاشي على شعب الحسيمة بالضبط كنهضر على هذا الشعب اللي عامل بحال عيده بحال هاد المظاهرات كيوقعوا كيدخل عليهم بالزواطه كيبقى هابان يعني ممكن تشي يعني كنضع على اي مظاهرات كيقعوا في اي بلاصه اي مظاهرات كيقعوا في اي بلاصه دير تبارطاجيو لايك اللي عندهم حنا عزازي تبارطاجيو لايك اي مظاهرات كيقعوا في اي بلاصه كيدخل عليكم مخزن بالزواطه كتهابوا الا نتوما شعب النفيسه ديالكم ما تهزوش هذا وما تهزوش الشفاي دابزو مع داك اللي تدخل عليكم مخزن بالزواطه تسمى تدخلوا عليهم ها علاش كتهابوا علاش كتهابوا ها الا بغيتوا تدخلوا على الشعب تدخلوا على المخزن تاكلوا الهواء مزيان وطيطبوا هاد الناس اللي كيعملوا مظاهرات وهاد اللي كيخرجوا يغوتوا الحيحه والحيحه كيجي المخزن كيصيفطوا لهم السلطات السلطات كتهويهم مزيان كتصيفطوا للدار ينعسوا كاين ولا ما كايناش كتهويهم السلطات كيمشوا للدار ينعسوا يعني الشعب اللي هو بنفسه كيقاتل كيجيب حقه كيجيب حقه كيبقى يتقاتل معاهم ويتحارب معاهم نتوما كيدخل عليكم الزواطات كتهربوا فلهذا اقول لكم نتوما شعب كاموني الشعب كاموني هو اللي كيهز هذا وكيهز السلاح الحرب